بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وفقرتكم الأسبوعية في برنامجكم آخر النهار. أحيانا بعض الستات تروح تكشف تعبانة من حاجة، فتكشف فيقول لها أنت ما عندكيش حاجة خالص، طب أنا موجوعة، طب أنا في حاجة، لا أنا، يعملوها كل التحاليل يقولها ما عندكيش حاجة خالص، وبعدين يقولوا لها في الآخر إيه؟ أنت زعلانة من حاجة؟ في حاجة مضايقاكي؟ في حاجة مزعلاكي؟ فالحقيقة إنه الزعل ده داخل في كل الجسم، داخل في كل، مأثر على كل يعني حياتنا، سواء عضوية أو شكلية. أما أطلع في الشاشة وأنا زعلانة بتفقس والناس تقول عن أنت زعلانة. فالنهاردة عايزين نتكلم على تأثير الزعل على الشكل الخارجي وكمان على الشعر، لأنه ستات كتير ممكن تزعل وتتقهر وتلاقي شعرها بيقع، فيقولها انت ما عندكيش حاجه، هل ده له علاقه بالزعل ولا لا؟ دكتوره طهره الهيطه، استاذ الامراض الجلديه والتجميل بكليه طب القصر العيني، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله في نعمه. الزعل بيأثر على الشعر، لان انا مره يعني صديقه كانت خناقه رهيبه مع جوزها، بتقول صحيت من النوم لقيت شعري كله واقع على المخده وده مش عادتي، فهل فعلا ممكن تبقى دي ليها علاقه؟ شوفي، وانا كمان شفت كذا حاله بيناموا ويصحوا حاجتين، يا اما شعر كتير قوي ابيض طلع لهم، يا اما تعلبه يعني نقره كده، ودي على فكره، يا اما في الحاجب كمان الشعر يقع من الحاجب، شعر يقع من الرموش، شعر يقع نقره كده، او الشعر يقع كله فجاه. ايوه انا استغربت جدا. أيوة. صورت المخده وبعتتها لنا في جروب سيدات كده، المخده مليانه شعر، ايه ده؟ طب حد شدك يا بنتي؟ حد؟ لا 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 لا، ما حدش. انا كنت بس نايمه معيطه جامد مقهوره، فتصحى تلاقي كده المنظر ده. بصي، هو ربنا سبحانه وتعالى خالق الأعصاب، وعند نهايتها حاجة اسمها نيورو ترانسميترز. مش هخش في تعبيرات طبية كتير تقيلة على الناس، لكن الغدد في السوبرارينال هنا من ورا فوق الكلى، وفي الغدة اللي هنا، وفي الغدة النخامية في المخ. المهم، والحاجات كلهم متصلين بالأعصاب، كله على بعضه، هو جهاز متصل ببعضه تماما، الأعصاب مع الأورجنز اللي هي الأعضاء. الأعصاب مع الأعضاء، الأعصاب مع الأعضاء، ده افتكروها كويس جدا. في واحدة بتزعل بيجي لها السكر، او عندها السكر اساسا سكرها يعلى، ضغطها يعلى. في واحده بتزعل وهي ما تعرفش ان عندها جين وراثي للصدفيه، تبص تلاقي بعد شويه طلع بطش حمراء في جلدها وقشره عليها. وهنتكلم على الصدفيه بعد شويه، خليني اركز على الشعر، لان انت بدايه سؤالك الزعل والشعر. الزعل يوقع الشعر فعلا. بصي، طب صحيت من النوم لقيت المنظر ده، تعمل ايه؟ بصي، في الاول الدكتور هيشخص، هيشخص هل ده سقوط شعر في كل الشعر نفسه منتظم نتيجه انها زعلت جامد. على فكره لو بتعملي رجيم جامد فجاه جسمك بيزعل منك. الله. يس. فانت بتزعلي لانك بتحرمي كل الجسم. انا ما بقولش ان احنا ناكل كتير قوي، لانك برضو ساعات يقول لك اعمل لجسمك صدمه. يعني دي احيانا بعض الدكاتره يديك كده، ايه، يقول لك اصدم جسمك عشان يخس بسرعه. دي احلى كلمه ممكن تساعدني بعد كده، هستخدمها منك مع العيانين. بعد اذنك يا دعاء. اي صدمه للجسم، اي صدمه للجسم، يزعل جامد، ياكل كتير فجأة بعد صيام مدة طويلة، شهور ما بياكلش، عامل رجيم وياكل فجأة كتير، بياكل كتير وفجأة يصدم جسمه برجيم صارم، يعني الناحيتين صدمات الجسم، جسمك مش هيسيبك في حاله، هيرد عليك رد عنيف. بمعنى لو انت، كل واحد فينا عنده نقط ضعف، لو نقطة ضعفك انت وارثها شعر وانت لسه ما تعرفش، هتعرف لما تصدم جسمك بالصدمة دي. هتعملي الرجيم الصادم، شعرك هيقع في 3 أسابيع، بعد 3 أسابيع من الرجيم، ما هو مش في نفس اليوم. الحاجات اللي في نفس اليوم
يعني انا ازعل النهارده تظهر بكره ممكن الشعر الابيض وممكن الثعلبه. ازعل النهارده الاقيها ظهرت بكره، لكن ازعل النهارده الاقيها ظهرت بكره ان الشعر بيقع بكميه كبيره، لا ده بيبقى تكوم زعل يبدا يظهر بعد 3 اسابيع شهر اتنين. خلاص؟ ففي عشان في الحاله دي بيوقف حاجه اسمها اناجين فيز. فكرتني ببنوته كانت معانا في المدرسه فعلا، باباها لما مات رجعت كانت في اعدادي جت شعرها مبيض. شفتي جت شعرها مبيض؟ ما هو ده اللي انا بقوله. طب هنحل بقى الحاجات دي ازاي؟ احنا هنشخص الاول لو هي عندها تعلبة، دي لازم بنعمل لها حقن موضعي بطريقة معينة وبديها أنواع كورتيزون بالبق فترة وكلام من ده، لازم وأدي معاها بخاخات علاجية. لكن لو بتتعالج؟ بتتعالج وبتتحسن، بس لازم متابعة مع طبيب. لو أنا عندي الشعر اتصدم وبدأ يقع، الوقوع اللي هو بقى بتلاقيه على المخدة وبتلاقيه في البانيو وبتلاقيه الكلام ده، يبقى أنا لو أنا عاملة رجيم، أنا عرفت وقلت لكم أهو، ما انساش في الرجيم بتاعي الكبدة والجرجير والتفاح اللي بقشره والبنجر. ما انساش في الرجيم بتاعي ان انا اكل بيض بكميه على الاقل 6 بيضات في الاسبوع. على الاقل 6 بيضات في الاسبوع، دي من الحاجات الاساسيه اللي ما انساش، عشان الرجيم دلوقتي في ساعات افكار كده يقول لك ما اعرفش ده ايه وده ايه وده ايه، الحاجات دي المهم ما انساش في الرجيم. نيجي بقى على سقوط الشعر اللي هو ايه؟ اللي هو بكتشفه بعد شهر او اتنين، ان شعري فجاه وانا بعمل بونيتيل وانا بعمل ديل حصان بصيت لقيته قل. لو انا بعمل ديل حصان ده فجاه بصيت لقيته قل، ده بجيب له امبولات. لو انا مش عايز اكشف وعرفت السبب وعرفت اشخص ومفيش حاجه تانية، هاتي حاجه اسمها فولتان امبولز، امبوله يوميا، وكلي الجرجير والكبده ولو قدرتي العسل الاسود والتفاح اللي بقشره. فولتان امبولز واعملي حديد نفس في ماركه المسكره اللي قلت لي عليها الحلقه اللي فاتت بالظبط، اللي هي امبوله كل يوم بتطول الرموش والحواجب. فولتان امبولز كمان فولتان بتستعملي امبوله وممكن معاها الشامبو بتاعها. خلاص دي بتتحط فتح يعني كده وتتفضى على فروه الراس. خلاص لمده قد ايه؟ من 3 لـ6 شهور. لو لقيتي مفيش تحسن في خلال 40 يوم لشهرين، لا تعالي اكشفي اساسي. خلاص؟ طيب هنيجي بعد كده لشويه الجلسات اللي هي بسمع عنها كتير بقى وبنعملها كتير، حقن الفيتامين وحقن البلازما وجلسات الخلايا الجذعيه لفروه الراس، دي بتساعد جامد جدا ان احنا نحسن الموقف اسرع شويتين ثلاثه. بقول للناس دايما ابداوا مع الـ بقول الـ لازم العلاج اللي في البيت اساسي. لو عندها بقى سقوط شعر من قدام، ده ملوش دعوه بالزعل، ده له دعوه بجين وراثي، هنبقى نتكلم فيه في حلقات اخرى. طيب الزعل علاقته ايه بالامراض الجلديه؟ هل ممكن حد يزعل فيجيله مثلا حاجه جلديه، مرض جلدي؟ انت عارفه احنا بندرس امراض جلديه لما نيجي ناخد ماجستير، احنا بناخد ماجستير امراض نفسيه مع امراض جلديه. فتخيلوا ان اهميه ان الجلد والشعر والضوافر دي مرايه نفسيتك وحالتك النفسية. أنا دايما بقول للعيان إحنا نفسية ومكسية جلد. إحنا نفسية ومكسية جلد. طيب هنعمل إيه؟ إحنا عندنا الإكزيما، دي من الحاجات اللي هي يا إما بطش حمراء تطلع في الجلد يا إما جلد ناشف وهرش. ده من المؤكد إن الإكزيما دي لو أنت عندك استعداد إيراد إن جلدك حساس تزيد 10 أضعاف لو انت زعلانه. فعلا 10 أضعاف الهرش يزيد لو واحد جدا جدا. فالناس اللي جلدها حساس او جلدها ناشف، هندهن الكريم المرطب اللي بحب اقوله، ما اعرفش تفتكريه ولا لا، انبوبه كبيره زيموس. إيه رأيك؟ برافو عليك، جدع جدع. هندهن الزيموس مرتين في اليوم. هو ميزه الزيموس على فكره انه تقريبا الوحيد اللي في الماركت اللي بيعيش 48 ساعه. هل يعني ايه؟ يعني لو يعني طبعا لو استحميتي خلاص هيروح، لكن هو لو بتدهنيه هو بيقعد يديكي في جلدك كل ما جلدك يحتاجه من مواد للترطيب 48 ساعه. يعني هو انبوبه كبيره اسمه زيموس. تمام. لكن الناس يعني انا شخصيا على وشي بحط الزيموس من 2 لـ3 مرات في اليوم كاحساس، لان انا وشي ناشف جدا جدا في الشتاء. ده بعيدا عن كريمات الوش بقى اللي انت بتحطيها. ده بعيدا عن كريمات الوش اللي انا بحطها وبعيدا عن الاي كونتور اللي انا بحطه. بحط مرطب على وشي 3 مرات في اليوم. يعني بخليها كده روتين في حياتي. المهم الناس اللي عندها الاكزيما بتبص تلاقي الهرش زاد والاكزيما زادت، فلما تزعلوا نحط كريمات مرطبه،
نبطل نلبس حاجات سينثيتك، ولو وطبعا ناخد مضادات حساسيه، ولو الحاله زادت قوي مطنا الصوف الشتاء بالظبط نيجي بقى سينثيتك، انما القطن بقى في الصيف الزعل بقى بيعمل حاجات تانية كمان. انت الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على الهالات السوداء اللي تحت العين صح؟ الزعل بقى احنا طول ما احنا مش واخدين بالنا بنجيب الكلينكس ونعيط ونعمل كده. صح ولا غلط؟ تمام. انا اعرف حد بدون ذكر اسامي يعني فجاه جات لي حبيبتي قوي وقالت لي بعد حوالي سنه من وفاه جوزها طاهرة تحت عيني اسود خالص، انا عمري ما تحت عيني كان اسود كده. فبصيت وقلت لها انا عارفاها كويس وبقعد معاها كتير، قلت لها ده من الكلينكس اللي سيادتك طول النهار لا والعياط الدموع العياط الزعل، عشان كده انت بتقولي لي الزعل العياط اكتر حاجه بتعمل هالات سودا نتيجه الكلينكس اللي بتعمليه باستمرار. ولو انت عندك استعداد لبافنس تحت عينك اللي هو الانتفاخ اللي تحت العين، فكتر العياط بيزود. طب ولما بشيل برضو ازاله الميك اب ما انا بقعد انت عارفه في بالقطن بس انت عارفه في حاجات بروفيشنال قوي لازاله الميك اب. انت عارفه انا بشيل الميك اب بايه كطهره؟ انا بجيب المرطب مثلا الزيموس والله ده بالظبط اللي بعمله، بجيب الزيموس واحطه على قطنه واعمل كده واروح عامله بيه الميك اب كله، لان انا بقول لك جلدي ناشف جدا. ما انا بعمل كده بشيل الميك اب بمرطب، ما انا بشيل بس بقطنه مش بكلينكس بقطنة. لا اوعي اوعي، ما انت بتقولي بكحت، ما هو بكحت بقطنة. لا بكحت بكحت بقطنه مفيش مشكله. طيب لا على فكره بكحت بقطنه دي مفيش اي مشكله منها خلاص، ومرطب صح اتفقنا. من الحاجات اللي لا انت فرقتي معايا لا احنا كنا بنغسل وشنا بالصابونه وكده، لا جيتي عدلتي السلوكيات خالص والله. احنا الزعل زي ما قلت لك تحت العين بيعمل بافنس انتفاخ، وممكن يعمل هالات سودا، فبلاش الكلينكس، بلاش الحركه بتاعه ان احنا بنمسح كتير واتيفر انتوا بتمسحوا بايه. وهرجع اقول لك تاني، اذا كنا هنحتاج حاجه للغمقان تحت العين هيبقى الايدج بروتكت ايتم فور سيرا. نمسحه ازاي لا برضه تشوفي لي حل للعياط، يعني احنا نمسحه ما احنا هنمسحه يا بمناديل يا بايدينا. انت عايزاني اشوف لك حل للزعل نفسه؟ طب بصوا يا جماعه انا عايزه اقول لكم على حاجه، اللي عنده حل جذري للزعل نفسه ارجوكم 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 يخش هيلاقيني على الفيسبوك، مش واخدين هيلاقيني على الفيسبوك هيدور على الايميل بتاعي هيلاقيه، هيدور على عنوان العياده هيلاقيه، يبعت لي بس اي نوتس ازاي الواحد يمنع الزعل والعياط. انا اكتر واحده عايزه اعرف يعني ازاي احنا بنقعد نقول الدنيا مش مستاهله وبنقعد وحاجات كتيره والله، بس في حاجات غصب عننا. بس اللي نقدر نمنعه ايدي والعادات الوحشه. في ناس انت عارفه لما بتزعل في الشهر بتمسك شعرها وتقعد تشده كده، وده مرض عندنا اسمه ترايكوتيلومانيا. وفي ناس لما بتزعل بقها وشها بيبقع بقع بيضه اسمها فيتيليجو اللي هو البهاء، يبدا يظهر بشده، وكذلك الصدفيه. انا قلت لك في اول الحلقه هرجع لها. يعني الصدفيه والبهاق دول يزيدوا مع الحاله النفسيه تماما. ممكن يبقى الناس ورثاهم جين وراثي وما يبانوش. وممكن الزعل يجوا من غير اي حاجه، بيجوا ساعات من غير اي حاجه. بيجوا من غير اي حاجه ده بنسبه 50% من الاوقات. ومن اهم الاسباب انهم يظهروا، انهم طبعا موجودين. انا ما بقولش ان هم الزعل هو اللي بيطلعهم اساسي، لازم يكونوا انا عندي عجين الوراثي، لكن من اهم الاسباب صدمه الجسم زي ما انت قلتي باي شيء. صدمه الجسم برجيم فجاه بيعمل ستريس، بزعل فجاه بيعمل ستريس. انت عارفه انت لو ظهرك بيوجعك شويه هتزعلي، هتبصي تلاقي نفسك ظهرك مش شايلك بدون اي حاجه، لان عضلات الظهر هتروح عامله كده وهتخليكي ما انتيش قادره تقفي. فهي القصه على بعضها صحيح. في زائد بقى ان زي ما انت قلتي في اول الحلقه، ان الناس على طول لو انت زعلانه مهما حاولتي بريق وشك نفسه صحيح، وطريقتك وطريقه حركات ايديكي والبادي لانجوج بتاعت جسمك بتدي احساس للناس لوحدك. مهما انا حقنت لك فيلر وعملت لك ليزر واديتك من روشتات، بتحتاجي الاول تعالجي نفسيتك. مهم قوي. يعني بيبقى علاج، يعني دايما بتبص تلاقي لو واحده مضغوطه او ستريس او كده فيقول لها اهدي بطلي مش عارفه ايه، فهيك بتقولي ما هو حد بس يقول لنا نبطل ازاي.
انما خليني طب ارجع لموضوع الصدفيه تاني، لانه الصدفيه علاجها اكيد معروف. طيب. وحضرتك بتكتبي، انما دلوقتي واحد زادت عليه بسبب انه زعلان، يعني يعمل ايه؟ في هل في علاجات بتزيد؟ هل في حاجه بتزيد؟ في حقن دلوقتي، واتكلمت عنها قبل كده وكذا حد بيتكلم عنها حاليا، اسمها لعلاج الصدفيه اسمها الحقن البيولوجيكس او البيولوجيه، ودي عيبها الوحيد ان هي مكلفه شويه. بعض الناس لو عندهم تامين تبع اي حته بيتصرف عادي دلوقتي جامد جدا. بندي كورس من 6 شهور لسنة على حسب الحاله، والحقيقه بتدي نتائج فوق 90% في الصدفيه. في ناس ما بتردش عليهم تاني سنين وسنين، في ناس بيحتاجوا ياخدوا الكورس ده فترات. ما ننساش ابدا ان في كل الاحوال ان انا في الصدفية برضو هدهن كريمات مرطبة بطريقة منتظمة. مرطب بتاعنا اللي انا بحبه ايه؟ زينس. تمام. وفي كمان بقى للصدفية بالذات كمان في كريم اسمه افان كولد كريم، علشان في حاجة اسمها بي واكس، فبنحط زيموس مرطب ساعات ونحط افان كولد كريم ساعات. نحط ده غير الكريمات العلاجيه ولا دي علاجية؟ لا ده غير بقى الكريمات العلاجيه. انا مش عايزه اوصف حاجه بيورلي طبيه غير لما تبقى الحاله قدامك، لان اي حاجه ممنوع استخدامها غير مده قصيره ما ينفعش اقولها على التلفزيون. صح. يعني انا بقول لك مثلا حقن البيولوجيكس دي حقن بنحطها تحت الجلد بطريقه معينه، في نوعين في الماركت محترمين جدا انا بكتبهم وبعملهم، بس حاجات طبيه بيور لا يجوز ان انا اقول اسامي علشان طبعاً اخاف العيان يستخدمهم بطريقه مش تحت اشراف طبيب. ايوه ده وكل حاجه فيهم مناسبه، يبقى شكلها زي القلم كده وبتتعمل بتتحقن تحت الجلد. بتجيب نتائج هايله العلاج البيولوجي للصدفيه، بس بقول لكم تاني عيبه انه مكلف شويه. وعايزه اقول لكم برضو الناس اللي الصدفيه هاجت عليها في الشتاء شويه، تطمن ان الصدفية على دخول الصيف هتهدى كتير. ده طبيعة بقى. هي طبيعة الصدفية كده. طبيعة الصدفية انها بتزيد في الشتاء، لانها بتزيد الجلد بينشف قوي في الشتاء. احنا نحمد ربنا الشتاء عندنا شهرين اللي خناقة كل سنة بين اللي بيحبوا الصيف وبيحبوا الشتاء. هي متقسمة ربنا. وانتي بتحبي الصيف ولا الشتاء؟ انا بحب الاتنين ما شاء الله الحمد لله. والله الحمد لله. يعني بحب بشتاق للشياكه بتاعت الشتاء ومش عارفه ايه والجو ده. أيوة. وبحب الصيف جدا لانه انطلاقه بتاع. ففي خناقه. أيوة. دايره طول اللي بيحبوا الشتاء. صحيح. خلاص هو الشتاء ربنا مقدره لنا شهرين بالكتير. صح. ما بيطولش عن كده. أيوة. وبعد كده بقى الصيف عيشوا بقى. أحيوة. طب هو الصيف احسن ولا الشتاء احسن للامراض الجلديه؟ بصي على حسب، لو انت بتتكلمي على الصدفيه والاكزيما دول بيزيدوا في الشتاء مؤكد. أمراض الشعر معظمها ملهاش علاقة، لكن المواسم وتغييرها ساعات تزود القشرة. تغيير المواسم على الشعر والجو ساعات في وقت التغيير ده يزود قشرة الشعر. طبعا الشفايف بتجف في الشتاء كتير جدا، وخليني أقول لهم برضو في حاجة اسمها يورياج ليب بالم، نحطها على الشفايف 2-3 في اليوم اللي هي زي زبدة الكاكاو. أيوة. بس خليني أقول حاجة طبية اللي هي اليورياج ليب بالم، لأنها بتفرق قوي في الشكل. لما شفايفك بتبقى مشققة بيبقى المنظر مش لطيف قوي. تعالي بقى الحاجات اللي بتزيد في الصيف، البقع. طبعا طبعا انت لو عندك بداية بقع أو كلف بداية بتلاقي في الشتاء هديت شوية. ابدأي بقى من شهر مارس، اوعي تنسي بقى الباري سان الشمس والديبيدورم اس بي اف. يعني ديبيدورم اس بي اف اللي هو تفتيح مع معامل شمس، والباري سان وهبقى اكلمك عنه في حلقه مخصوصه. ده بدايه بالظبط كده. ده باري سان ده كريم شمس، ومستو ان هو نوعين، نوع فيه فاندوتان منه فيه ونوع لون الجلد. جميل. استاذه الدكتوره طاهرة الهيطة، استاذه الامراض الجلديه والتجميل بكليه الطب القصر العيني، بتنوريني يا دكتوره. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليكم مشاهدينا على حسن المتابعه. اشوفكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله.